Beatbox. وقف طلع لي من الشاشه. اهلا وسهلا فيكم جميع المتابعين بحلقتي لليوم بعنوان بيت بوكس. انا وسام ثائر مصمم جرافيك، وحلقتي لليوم تحكي عن ايقونه البيت بوكس هو عبود الادهم. انا راح اقدم لكم اليوم فكره انا اشتغلتها. بيوم من الايام كنت قاعد بحضر حفله لإله عم بعمل بيت بوكس، وبصراحة كثير عجبني الأداء. والبيت بوكس هو عبارة عن نوع من أنواع الفن، بإمكانك تطلع أصوات وإيقاعات موسيقية عن طريق الفم، وأحياناً بيستخدموا الإيد لحتى يزيدوا الإفكت بالأصوات اللي بيعملوها. تابعوا الفيديو لحتى تعرفوا إيش هو البيت بوكس مع عبود الأدهم. سلام، كيف حالكم؟ عبود الأدهم رح نعمل شوية بيت بوكس، يلا. زي ما شفتوا الفيديو كثير حلو، انه كيف بيعمل بيت بوكس عن طريق الفم. انا رح اعرض لكم فيديو كيف انا تخيلت عبود الادهم هو عبارة عن ايقونة البيت بوكس. اني رسمت سكتش تخيلته عبارة عن صندوق بيعمل موسيقى بشرية. رح اعرض لكم فيديو كيف انا رسمت السكتش وكيف انا لونت السكتش على برنامج ادوبي الستريتر. وياريت تضغطوا زر اشتراك القناة وتضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. يلا شوفوا الفيديو. وصلت لنهاية حلقتي لليوم. بتمنى تكونوا انه استمتعتوا بالفيديو. بالنسبة لصديقي عبود الادهم راح اترك لكم روابط تابعوه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، راح اتركهم بالدسكريبشن. بالنسبة للبلوزة اللي بحب يطلبها راح اترك لكم لينك بالدسكريبشن لحتى انه تطلبوها. واي استفسار يا تتركوا لي بالكومنتس تحت. تابعوني بالحلقات الجاي، راح يكون في افكار جديدة عن موضوع الجرافيك والديزاين. اهلا وسهلا فيكم.